بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء في هذه الحلقة الثانية من برنامج رمضان كريم، أعاده الله علينا باليمن والبركة والخير والسعادة. ثم أقول وبالله التوفيق، لماذا نصوم معشر المسلمين؟ لماذا نؤدي هذه الفريضة العظيمة التي لن تعود على الذي فرضها علينا بشيء؟ فهو سبحانه وتعالى غني عن أعمالنا، لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة. المخدوم الوحيد الذي تعود خدمة خدامه على أنفسهم هو الله سبحانه وتعالى. بقية المخدومين، كل سيد له من يخدمه، وخدمة هؤلاء الخدم وفضلهم يعود على السيد نفسه، إلا ربنا سبحانه وتعالى فخدمتنا تعود إلينا ولا يصل منها إليه سبحانه وتعالى شيء. لماذا نصوم إذن؟ نصوم أولا وقبل كل شيء لأن هذا المولى سبحانه وتعالى أمرنا بهذا الصوم. أين؟ في كتابه الكريم وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء الحبيب أيها الإخوة الكرام، هذا النداء الحبيب من المولى عز وجل لعباده المؤمنين هو نداء يجب على كل من استمع إليه أن ينصت وأن يترقب ماذا سيكون بعد هذا النداء، لأن بعد هذا النداء إما أن يكون أمر أو نهي. فإذا كان بعد هذا النداء أمر، فعليك أيها المؤمن أن تأتي من هذا الأمر ما استطعت. أما إذا كان بعد هذا النداء الحبيب نهي، فعليك أن تنتهي عنه تماما، ولا يجوز لك أن تقترف شيئا من هذا المنهي عنه. يا أيها الذين آمنوا، نداء حبيب، علينا أن ننصت إلى ما بعده. ننصت، نستمع، نتفهم. لذلك ليس جزافا أن يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالإنصات عند استماعنا للقرآن: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فرق بين الاستماع والإنصات. الإنصات هو تدبر ما استمعت إليه. ربما يكون الإنسان مستمعا وليس منصتا، يستمع بأذنيه ولا يستمع بقلبه. والاستماع النافع هو الإنصات،
أن تستمع بقلبك وجوارحك. والله سبحانه وتعالى عندما صرف أولئك النفر من الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عاد من الطائف قال جل من قائل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. يعني أنصتوا لهذا القرآن وتدبروا ما تلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب يعني فرض، فرض، فعليك أن تمتثل لهذا الأمر، عليك أن تطبق ما أمرت به. ولنعلم أيها الإخوة الكرام أن أحسن ما يتقرب به العبد إلى ربه تعالى هي الفرائض، بدليل قوله سبحانه وتعالى فيما يرويه المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ربي تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني أحسن شيء يا ابن آدم يا مسلم يا مؤمن، أحسن شيء تتقرب به المولاك سبحانه وتعالى هي تلك الفرائض التي كلفك بأن تقوم بها. كل الفرائض، كل الفرائض أحسن ما تتقرب به الرب سبحانه وتعالى هي تلك الأوامر التي أمرك الله بها سبحانه وتعالى. لكن لسائل أن يسأل: هل كل الناس يقومون بفرائضهم على أكمل وجه؟ أبدا. الشخص الوحيد الذي قام بفرائضه على أحسن وجه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بقية الناس، بقية الخلق، فلن يستطيعوا أن يأتوا بفرائضهم على أكمل وجه. لماذا؟ لأنهم بين عدوين لدودين، وهما النفس والشيطان. كل منهما يريد أن يبعد الإنسان عن القيام بفرائضه على أكمل وجه. ما هو الحل إذن؟ الحل أيها المسلم، أيتها المسلمة، أن تصلح ما نقص من فرائضك بماذا؟ بالنوافل. ولذلك يقول ربنا في بقية الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. حتى أحبه. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أول ما يحاسب عباده على الفرائض التي أمرهم بالقيام بها، أول ما يحاسب المؤمن عن الصلاة، فإن صلحت صلح عمله، وإن كان فيها شيء من الخلل قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من نوافل حتى يصلح ما فسد من فرائضه. نتواصل بإذن الله بعد فاصل قصير. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. واسمع توا يا سيدي كيف يحبك ربي سبحانه وتعالى ايش يصير لك. فإذا أحببته، هذا ربي يتكلم راهو، فإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به، يعني تولي تشوف بقدرة الله سبحانه وتعالى، وسمعه الذي يسمع به،
وتسمع بقدرة الله سبحانه وتعالى، ويده التي يبطش بها، تبطش بيدك وتعمل بقدرة الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، ورجله التي يمشي عليها، يعني تولي رجلك مسخرة للعمل الحسن وتبتعد بإذن الله سبحانه وتعالى عن العمل السيء. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. شو الخير هذا؟ هذا خير ما بعده خير. شوف ربي سبحانه وتعالى كيف يحبك، شو يصير لك. وزيد اسمع، سيدك عليه الصلاة والسلام، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو يقول لنا؟ إذا أحب الله عبده نادى في السماء: يا جبريل إني أحببت عبدي فلانا، باسمك، باسمك اللي أحب إليك، يا محمد وإلا يا حبيب وإلا يا صالح وإلا يا فاطمة. ربي يقول: يا جبريل إني أحببت عبدي فلانا فأحبه. أمر من المولى لمن؟ لأمين الوحي جبريل عليه السلام، حتى يحب هذا العبد الذي أحبه الله سبحانه وتعالى، فيحبه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله سبحانه وتعالى قد أحب عبده فلانا وأمرني أن أحبه فأحببته، ويأمركم أن تحبوه فأحبوه، فيحب أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. تستطيع أن تقسم ويمينك صحيحة أن كل إنسان يحبه الناس من أجل أخلاقه ومعاملته وحسن أخلاقه، اعلم أن الله سبحانه وتعالى يحبه بإذن الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نفهم هذا الأمر، وأن نعمل جاهدين على أن نصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى، لأننا إذا أحبنا الله سبحانه وتعالى صرنا من أوليائه بإذن الله سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فاعلم أخي المؤمن، أختي المؤمنة، أنك إذا كنت من أولياء الله سبحانه وتعالى واتقيت الله سبحانه وتعالى وأطعته فأحبك، فإنك ستصير تقوم بكل عمل بقدرة الله سبحانه وتعالى. جدودنا كانوا يقولون: طيع ربي، شوف العجب. وفعلا هذا فيه سند من أثر يقول: يا عبدي أطعني أجعلك ربانيا تقول للشيء كن فيكون. وقد وقع للكثير من الناس. نذكر مثالين. المثال الأول وقع لسيدنا يوشع بن نون عليه السلام، فتى موسى الذي أخذ النبوة بعد موسى عليه السلام. يوشع بن نون يحارب أعداء الله يوم كامل، عندما مالت الشمس إلى الغروب خشي يوشع عليه السلام أن يترك الليل لأعدائه فيلملمون جراحهم ويعودون من أول إلى المعركة كأن شيئا لم يكن. فماذا فعل؟ التفت إلى الشمس وقال: يا شمس، أنت في طاعة الله وأنا في طاعة الله، فأسألك بالله أن تتوقفي حتى أهزم أعداء الله. فتوقفت الشمس إكراما لهذا النبي الذي وصل بطاعته لله سبحانه وتعالى إلى الدرجة القصوى. وهناك صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة. لماذا؟
لأنه في غزوة من الغزوات بينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقود هذه الغزوة إذ اعترضهم واد يجري، فماذا فعل سفينة؟ أخذ أمتعة الصحابة وأخذ يقلها على ظهره ويشق بها الوادي. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ضرب على كتفي هذا الصحابي وقال أنت سفينتنا. فماذا قال هذا الصحابي؟ قال منذ أن ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفي حتى صرت أتحمل كل الثقل مهما ثقلت، وصرت لا أريد أن يكلمني الناس وأن يسموني إلا سفينة. سفينة هذا في غزوة من الغزوات أسر من قبل العدو، ولكنه استطاع الهرب وأخذ يهرول ويجري حتى يلتحق بالجيش الإسلامي، فاعترضه أسد. أسد، فما كان من سفينة إلا أن خاطب الأسد بكامل الثقة في الله سبحانه وتعالى: السلام عليك يا أبا الحارث، اسم من أسماء الأسد، أنا سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أمري كيت وكيت، وحكى له ما وقع له. قال فأقبل الأسد لي بصبصة، يعني يحرك ذيله، حتى أركبني على ظهره وأوصلني إلى مشارف الجيش، فعندما نزلت همهم فكأنه يودعني. انظروا إلى هذه العظمة، بماذا هذا؟ بطاعة الله سبحانه وتعالى، بتقوى الله سبحانه وتعالى، بامتثال الأمر واجتناب النهي، وهذا هو منتهى العبودية. العبودية هي أن تمتثل الأمر وتجتنب النهي ما استطعت إلى ذلك سبيلا. السبب الثاني الذي يجعلنا نصوم هو أن نحقق بصيامنا تقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني إن الله سبحانه وتعالى ربط فرض الصيام بتحقيق التقوى، فلا بد لكل مسلم، لكل صائم، أن يعمل جاهدا حتى يحقق هذا الهدف الأسمى من صومه، وهو التقوى الذي سنحاول بإذن الله سبحانه وتعالى في حصتنا القادمة أن نزيدها شرحا وتفهيما بإذنه سبحانه وتعالى. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان.